السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. احنا خلصنا الفردة دي، رسمناها وكل قطعة منها رسمناها بالظبط عشان نتعلم ازاي نطلع الكامبريه بتاع الكوتش، وكمان ازاي نطلع كل جزئية من الجزئيات اللي احنا رسمناها دي، دكولتيه، كبسون، التطعيم، الحرف بتاع النايك، الاستريشة اللي ورا، الفورتي. فعايزين نتعلم نطلع الكامبري الاول وبعد كده نطلع كل جزئية من الجزئيات الموديل الكوتش اللي قدامنا ده. فطبعا احنا رسمنا الفردة زي ما انتوا شايفين كده، وطلعنا وفتحنا الحتت بتاعت العلام كلها، كل جزئية من الجزئيات الكوتش علمناها علشان خاطر نطلع كل قطعة او كل جزء من جزئيات الكوتش. تمام. فاحنا هنبتدي ازاي نعرف نعمل الكامبري بتاع الكوتش الاول. هنجيب ورق دوبلكس المقوي معايا، وهناخد حتة على قد وازاي هنكسر الفردة الدوبلكس كده عشان خاطر نشتغل على خط المستقيم، وازاي هنطلع الدكولتيه الاول وبعد كده نطلع كل جزئية من الجزئيات. فاحنا هنيجي كده عند الخط المستقيم بتاع الدوبلكس، ونيجي عند الخط المستقيم اللي احنا واخدينه عند منتصف القالب هنا، وناخد خط مستقيم من اللسان، هنظبط من اللسان من فوق من اعلى اللسان لحد اخر الدكولتيه كده اهو، وناخد خط مستقيم. تمام. ناخد خط مستقيم، بعد كده هنجيب المثلث بتاعنا ونيجي عند الخط المستقيم بتاع القالب وعند الخط المنتصف القالب اللي احنا واخدينه اللي احنا قاسمين القالب بتاعه دي، طلعت 7.5 قسمناها على الاثنين وخدنا نقطة اللي منتصف القالب من هنا. هنيجي نظبط بالظبط خط المثلث كده عند الخط المستقيم بتاع منتصف القالب، وهنروح واخدين خط تاني جنبيه كده، يبقى ده خط المستقيم بتاع القالب اللي احنا قاسمينه نصين، بظبطه عند اول نقطة التركيز عند منتصف القالب، واخد خط مستقيم برضو تاني عشان اعرف النسبة اللي انا هطلع بيها الكامبرين مظبوط ازاي. واجي هنا كده اركز عند منتصف القالب، اركز عند منتصف القالب واركز عند الخط المستقيم بتاع الدوبلكس. تمام. واروح معلم من هنا من نسبة البضاعة كده لحد فين، لحد الخط منتصف القالب اللي انا واخده وقاسم عليه النصين، قاسم عليه مثلا دي 7.5 او 8، بقسمها نصين، سواء جت 7.5 اقسمها نصين، يعني هسيبها تبقى 3.5 و3.7 والنص التاني يبقى 3.7، لو جت 8 اخليها 4.4 سيان يعني. المهم اللي انا ابقى مركز على النص اللي انا واخده من الخط اللي انا برسم عليه ومحدد لي الشغل كله. فبظبط هنا عند خط المستقيم بتاع الدوبلكس، وبظبط عند خط المستقيم اللي انا واخده بتاع الكرتون بتاع الكروك اللي انا واخده تمام. وعلم البضاعه علم من اول نزله المنطة كده من هنا، واخد برضو علامة الفرنشة، اخد علامة الفرنشة اللي انا واخده او الدكولتيه اللي انا واخده لحد منتصف القالب ماشي. واجي هنا من عند اللسان اروح واخد الدايرة الصغيرة بتاعت اللسان، بداية اللسان من اول، واروح واخد سمبك الكبسول. انا عشان اعمل الكمبري هبتدي اشتغل ازاي،
هبتدي اشتغل ازاي؟ اجي هنا واحط ايه؟ يا اما البيز وابقى ماسك الفرده كويس، يا اما سن القلم وابقى ماسك كويس برضه على قد ما اقدر، واخد نسبه ال 3 مللي او ال 2 مللي من عند راس الكبسول، من عند راس الكبسول، من عند راس الايه؟ الكبسول. يبقى انا كده واخد ال 2 مللي بتوعي، هو ده الكماري بتاع الايه؟ بتاع الكوتش بالظبط. ماشي. وبعد كده اروح معلم بقيه الاجزاء كلها. طبعا هنا مفيش كامبري، من اول خط منتصف القالب لحد الفورتي مفيش كامبري خالص، هو الكامبري عند عند نقطه الارتكاز بتاعه اللسان، ماشي، وعند نقطه منتصف القالب. بروح معلم كل جزء من الجزئيات اللي انا خدتها اهو زي ما انتم شايفين كده، بعلم بالراحه، ماشي. وده هنا عند راس اللسان اهو، راس الكبسول، عند الدوران الكبسون، عند دوران الكبسون اهو معلم، واخد بقيه العلامات بتاعتي، تمام، بتاعت كل ده، كل قطعه وكل جزئيه انا خدتها، تمام. وادي علامه النايك اهي، وادي الاستريشه، وادي الفورتي. اتاكد من شغلي مش ناسي حاجه، احط سن القلم عند منطقه عند اللسان هنا، عند التركيز بتاع اللسان لان هو ده الكامبري، واتاكد انا ناسي حاجه، مش ناسي حاجه، يبقى كده تمام. اتاكد برضو من ورا، شايفين الخط ده يا جدعان اهو؟ شايف الخط ده واحده واحده جاي فين؟ الخط اللي انا واخده بص عند اخر الايه، الخط المستقيم بتاع الايه، بتاع الكرتون الدوبلكس، واتاكد من كل حاجه انا واخدها مظبوطه، تمام. اخد خط التطعيم واخد خط الكبسول، يبقى انا كده شغلي كله تمام. كده انا خدت الكمبري وخدت كل العلامات. كده بقت عندي فرده كوتش، تمام. طبعا بسيب هنا 3 مللي عشان خاطر القفل من ورا. طب ولو في مثلا بيتخيط زجزاج ما سيبش حاجه، لو الشغل هيتخيط زجزاج ما سيبش حاجه، لكن لو هيتقفل من هنا يبقى انا اسيب بس ايه ال 2 مللي او ال 3 مللي بتاع نسبه القفل اهو، ماشي، 2 مللي بتاع القفل. باخد علاماتي مظبوطه، اكون ماشي بحرص، زي ما انتم شايفين كده ايه، ببقى ماشي على العلامة اللي انا واخده بالظبط، ولا اسيب زياده ولا اسيب نقصان. باخد دوراناتي كويسه وايدي ما تتشالش من السكينه عشان يطلع الشغل مظبوط معايا وانا شغال. تمام. الحمد لله زي ما انتم شايفين كده ايه، كده خدنا فردة الكروكي، الجسم كله خدناه، كده جسم القالب كله خدناه، جسم الكوتش كله خدناه. هنبتدي نطلع كل جزئية بقى من الجزئيات دي، كل جزئية من الجزئيات دي عشان خاطر يطلع نشوف شغلنا مظبوط. طيب هنجيب ورق الدوبلكس تاني ونقسمها، وهنطلع الشغل بتاعنا كل جزئية من الجزئيات اللي احنا ايه خدناها دي، تمام معايا. اجي هنا برضو نفس الشغل اللي انا عملته، هطلع انا ايه بقى؟ هطلع انا الديكولتيه ده، اول حاجة هطلع الديكولتيه ده، تمام اهو. اروح جاي عند الخط المستقيم بتاع الدوبلكس اللي انا واخده وخط المستقيم بتاع نص القالب، واجي اركز عند اللسان
واخد بالك، واروح معلم الديكولتيه بتاعي اهو، واجي هنا عند خط منتصف القالب واروح معلم، واجي اقف لحد عنده، اقف لحد هنا ماشي. وطبعا هاجي هنا عند اللسان، اكون واخد حرص شويه عشان خاطر هو ده الكمبري اللي انا بشتغل عليه. اجي هنا واروح مركز، اعلم كويس عشان مفيش حاجه انساها، واجي هنا واروح مركز عند نقطه التركيز هنا عند نقطه اللسان هنا، واروح واخد الكمبري بتاعي التمام، واروح معلم بقيه الديكولتيه، اعلم بقيه الديكولتيه كده، انا علمت بقيه الديكولتيه كده. هاخد انا الايه الجزئيه دي بتاعت الديكولتيه، هروح مكملها عشان ما فيش حاجه تبقى ناقصه فيها، وبعد كده اخد امشي بقى بالراحه على العلام واحده واحده اهو. اخد كل حته، كل جزئيه من الجزئيات دي ايه بحرص، وامشي على الدوران براحتي خالص وما استعجلش. بكده يبقى انا طلعت جنب الديكولتيه ده، جنب الديكولتيه كده انا طلعته بطريقه سهله بطريقه جميله، واطبق الشغل اللي انا عملته اهو، هيطلع معايا مظبوط على الديكولتيه وعلى العلام اللي انا واخده اهو، عشان خاطر برضو المكان جاي يطلع يشتغل مظبوط بنفس الطريقه دي كده. كده الفرده جت معانا ايه مظبوطه، واخد الكمبري الديكولتيه وهنا تمام وهنا تمام. طيب هنا بقى عايزين ناخد هنا علامه التلزيق بتاع الشغل عشان خاطر دي تتلزق عليها. اول حاجه هاخد 8 مللي، 8 مللي بالمزوره كده معايا، اخد 8 مللي بالظبط كده. وطبعا هنا في العلام بتاعي اطلع اقطع عليه ال 8 مللي بتوعي كده، تمام. خدت انا التملي مني دول عشان اقطع الجنب اللي هيتلزق عليه كده ماشي اهو، عشان تبقى انتوا بس ايه شايف معايا كل ايه خطوه بنعملها كده. يبقى انا ايه خدت التملي مني اللي انا هلزق عليه الجنب اهو، ابقى ماشي برضو بالراحة واحدة واحدة عشان ما فيش حاجة ايه، تمام. لو في اي حاجة اخدها بالصنفرة، انعم بالصنفرة ماشي. كده انا خدت الجزئية اللي انا هطلع الزق عليها الديكولتيه ده، خدت الجزئية اللي انا هطلع الزق عليها الديكولتيه معايا ايه، خدت الجزئية دي. طيب هنعمل ايه؟ هنبتدي نفرغ مكان العلام اللي التوضيب جي او المكان جي هيعلم ويطلع يلزق على الشغل، تمام.
زي ما انتوا شايفين بفتح كل جزئية من اللي انا خدتها. كده انا فتحت شغلي تمام. ولو في اي حاجة برضو ايه اسلكها واحدة واحدة كده 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 تمام. كده انا فتحت الشغل اللي هيطلع اللي يشتغل عليه ايه المكان دي يطلع يلزق، يبقى كده واخد كل حاجه ايه مظبوطه، يطلع يلزق يبقى كل حاجه ايه معاه العلامات ومعاه كل حاجه. طيب خدنا كده احنا الجزئيه دي وفتحنا ده، طيب هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي عايزين ناخد مكان الكبسول، ناخد مكان الكبسول تمام. هنكسر دي كده طبعا. احنا عندنا هنا ايه الكبسون واخد الكمبري بتاعه تمام. كل اللي احنا هنعمله اللي احنا هنعلم، هناخد كده على خط مستقيم الدوبلكس تمام، خط مستقيم الدوبلكس كده، وهنعلم بس ايه الحته الصغيره دي كده كده. احنا خدنا حدودنا، بعد كده هنعلم الكبسول كده ما فيهاش حاجة، حتى لو احنا غلطنا بنعدل ونظبط الشغل بتاعنا تمام. بناخد كده الكبسول ونظبط عند خط المستقيم، وناخد الدوران بتاع اللسان، وناخد حرف الكبسول، وناخد الكمبري اللي احنا واخدينه اللي فات. وناخد علامة الكبسول بتاعنا. طيب هنا في تلزيق الحشو على الكبسول، يبقى احنا هناخد الايه التمانية ملي بتوع الشغل اللي احنا عملناه، هناخد التمانية ملي بتوع ايه بتوع الكبسول زي ما انتوا شايفين كده اهو، ادي التمانية ملي ماشي. طيب اتأكد على شغلي برضو، اجيب الكبسول بتاعي اللي انا واخده اهو عند العلام بتاعي مظبوط، واتاكد باي قلم تاني حتى اللي انا ابقى متاكد من شغلي تمام، اتاكد باي علام تاني، اجي برضو عند الدوران اهو مفيهاش حاجه. لما ايه لما اتاكد، كلنا بنتاكد من شغلنا حتى ان ميبقاش فيه اي ايه اي عيوب تمام. واروح واخد الكبسول كده وادي التمانية سنتي اللي احنا اخدناهم،
وراجع عند اول الكبسول. تمام. خدت انا 8 مللي بتوعي كده، يبقى انا خدت الدوران بتاعي وخدت الكبسول. اخد التفتيح بتاع الثمانية مللي اللي انا هاخده عشان خاطر المتنج اللي هيطلع يشتغل عليه. تمام. كده بقى احنا خدنا اسطمبه الكبسول بالتلزيق بتاعها، هنيجي نروح حاطينها كده اهو مظبوطه، وهنا الحشو هيروح الديكولتيه هيجي يتلزق كده زي ما انتم شايفين كده، بكل حاجه ايه مظبوطه. فاضل ايه بقى؟ التطعيم اللي هو اللي هنا ده، التطعيم بتاع الكبسول. تمام. كده يبقى احنا كل جزئيه قطعناها وطلعت الحمد لله تمام. هناخد بس التطعيم الكبسول. هنتني برضو كل حاجه ونكسرها. طبعا زي ما انتم شايفين التطعيم هناخده اهو، وهنا هنلزق اللي هو الكبسول اللي هيتلزق عليه.